صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اليوم قلت ابتدي من طرف هذا، جايينهم على غفلة، لا رمز تنداتي. عادة تشوفوني أي من جدا الخيمة، من ناخر خيمة الإزاز، أي من الطرف هذا، فيشوفوني من ناخر. اليوم دخلت أي من الطرف هذا بطالع شو سووا، سووا ما قصروا. الحيطان اللي تشوفونها البارحة كان على يعني نص متر، واليوم الحين عما تشوفونها متر ونص. خلصوا شغلهم كامل، لا والله لا شغلهم رقم واحد. هذا الرجال اللي الله أرزقنا إياه الحمد لله شاغول رقم واحد من الدرجة الأولى، شاغول من الدرجة الأولى كديد، يعني ما شاء الله عليه، على الله يخليه. ويسجل جدمة في بيتنا يا أبوكم الشيء كله. ما قلت لكم اي ورقه تطيح من الشياره يخلونها تحت ويدرسونها، عقب يجولبونها وهي تربه يتحلل ويغدي سماد من اربع ما يكون، هو سماد لعروقها ولا يدوعها، وشيء زين، شيء زين وفنان. هذاك بونيت سياره ولا يتروالي، بسم الله شعبنا عندنا بونيت سياره في حويدنا. هبوني هي بوني تسمى بعشو اللي فوق هاي، فوق وين يرسل لوادم القمارة اسمها قمارة، وهذا اللي هذاك يسمونه بونيت. هي زغط حريت معلومات غلط، هي والله الحمد لله الأمور طيبة، وأصبحنا وأصبح الملك لله، كل شيء زين وكل شيء فنان، الأمور ماشي على قدم وساق. صباح ما قلت له شطنهن سو حبل بينهن وما قصر، هي زهر الاخيره. شو العامل من توجهه بيسوي كل اللي تبغاه، كل اللي تبغاه بيسويه، ما بيخالف، لا تيب التي هي احسن بالرمس العدل، الرمس الزينه بتلاطفه، الملاطف ماشي اشارات، الملاطف ماشي اشارات، الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه تظهر الغول من السرب، الغول حنيش طول طول عرض عرض، بتلاطف الكلام الطيب بيظهر من سربه، من السرب بيظهر، ماشي اشارات الطيب، طيب هاي بالطبيب. اللهم لك الحمد. شوف الحين هذا وقت الخير، الحين هذا وقت ما شاء الله كله. شوف الحين ترى الورق غلة يكون بطيء الفصل هذا طول فترة الشتاء، فترة الشتاء الغل الورق يكون بطيء زيادة على اللزوم، لكن الحمد لله إن شاء الله ظانين في المعبود خير، إن الله ييسر الأمور. لأن بيني وبينكم أنا تعبت زراعتي أمسات شوية شيء بسيط، واحد بالمية تعبت، يوم شليت الطرابين شليت من وقت، فيتم مثل الصدمة فقارة، بسم الله شو هالليانة، وين يتنا هالشمس، لا إله إلا الله، وتحرقت. شو لا هذا، لا هذا غل جديد، شيء من الشير، شيء من الهنبة تحرك شوي، شيء بسيط هذاك، آه هذا هاي الشيرة نا. لا والله كله غل جديد، ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا بوكو تاكلوني. شو ما شاء الله كله غل جديد، لكن يكون بطيء في الشتاء الحين، يعني في الموسم هذا، يعني من يدخل الصفري وتي الدرور هذه يكون الغل وايد بسيط. محمد سلام عليك. ايش حالك ابوي؟ ها شو اخبار؟ ها محمد ابوي، ها محمد تعال، اي في فاي تشوفها بالغ قطعه وده حق دوارك هذا، ها سر قطعه، هي هذه واللي تحت، هي وهاي هي مر، خلي تحت ها، وهاي الهنتين هاي بعد وحده، هي نعم، وبعد هاي اللي عدالها اي نعم، وهاي اللي فوقها لا، هذه لا ايوه هي هاي، بس هذا ودي حق دواركا، تعرف دواركا خدامه اي نعم دبه زين، ودي لها اياها ابوي، اي شيء ورق خلوه تحت هذا الزراع زين، هي شوفوا يسوون الارض سيده، لان شيء قاعد يفوق وشيء تحت،
مهر شيء لومي عندكم؟ الكبار لومي العود هيك ما في. وهذه؟ هذا قبيلي هذا. لومي مال لبنان. مال لبنان شيء. الحمد لله شوف ما شاء الله. لا والله لا شيء وشيء. الحمد لله رب العالمين. نعمة يبارك الحمد لله. تمشي داخل زراعة. داخل مانجو لومي اي شيء تشوف هالنمونه هذا شله انت هي هذا لازم ما يتم هذا شله لان هاي يسوي زراعة ضعيف اي مكان تشوف طالع زين اي مكان هنبه لومي قطع عليه تحت خل بس اللي من فوق ها من هذا بين ابيض وفوق هذا خله هي اي شيء يجي من تحت قصه بارك الله فيك بدي اقول لكم تاثر امس في الصدمه يوم عقيت الطرابيل هذا تأثر شوية شوية شيء بسيط لكن الحمد لله تأثر شوية ورد رب العالمين عوض خير خير عنه ابتدى يغل ورق جديد شو الحين هم إيه بس الورق قطعه وحطه بخلوه على يم والورق أبوي درسوه تحت أمهاته وينهفس ويا التربة ورب العالمين يطرح البركة الحمد لله والله اللومي اللبناني ما يسوي عصير الحين بنقصلكم واحدة بنرميكم خيبة أنا بو بسم الله يقول ما يسوي عصير بنقول بنرميكم كم ما يسوي عصير خيبة أنا بو بتعلق غصب زور ما تبى تطيح ما حد يبى الموت ها كل هذا زاهب شو ما شاء الله حبي العصركم يعني هادو ميتين يقولون والله اللي بس رنق ما يسوي عصير وياي محمد هذا ابوي شي فيفا يبالغ هني قطعه هذا شي فيفا يريد هني يلا تعال هي حتى هناك هي اثنين ثلاثه حبه قصهن ها ايه هذا قطعه وهذا بعد هني ها شي فيفا بعد قطعه وعطف بعد واركه حفيظ ما شاء الله وينك؟ وين حفيظ؟ حفيظ؟ أقول لك نأخذ اليوم يقول يبى مدهنة مدهن جديد لو قرشة واحدة يقدر؟ دهن هي واحد قرشة حق البحر نقدر؟ يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر قبل الجلولي أنا سأركب سهم بروها يستبرد بعدين إنزين بس برد اللقيس قرشة واحدة ولا قرشتين واحدة حق نأخذ واحدة حق مرزوق إنزين يلا شكرا ها علومك شو سامان سامان هالكثر انت ها حق منو هالكثر كذا بتيتو بودي يلا شكرا اي انت ها ها هذا كله شله ودو داخل هني ودو داخل وخلي بتي دواركه تشله ها دواركه وير يو نيد ات بابايا We need it to do it. Okay. Where? In the store. Yeah, okay, told them to tell them. Miad Maroon. Yeah. Miad? Yes. Okay, where the store? Yes. Yeah. Mechanical box. Same manga. Okay. Thank you. Tayai, see. Interior hada bahar, well? Hey. Hada interior rakabe store, ana rakabe store. Zi. Ana hada izi kida yakin shu shil. Hey, bas khalas ready ha. Ready? Hada nam interakab to store? Ayo. هذا سيدي داخل درام؟ ايوه داخل درام ركب بعدين فوق ركب كيس. هي لا ما شيء فايده هذا. هذا الحين هذا اخترب. هذا اخترب. هذا من قال سوى هالنمونه؟ ها؟ بعدين هذا كرتون ركب. من يقول سوي هذا النمونه؟ هذا خليته داخل بلاستيك، من قال؟ لا لا بلاستيك ما يركب داخل بلاستيك. ها الحين وين خلن؟ كرتون ركب بعدين الحين نشيل هذا. في خيشه داخل كرتون ولا ما في خيشه؟ ايوه في كرتون. يا بغام في خيشه؟ في كبره ولا ما في كبره؟ ايوه راوني جيبه ما تشربك يلا لان شوف التعفن هذا تعفن ما يستوي الا اذا ما في شيء تبن ولا خيش سريه بالخيش اللي تقول لي يلا هذا الحين دواركه شوفوها هذا خالي ما فيه ولا نفه الا نراويك العصير اللي في اللوم اللي يقولون عنه ما في ماء ايوه دايره يا رجال الله دواركه شو ما شاء الله شو ما شاء
حلو 200 يقول حصين لبنان ما يستوي في أبوظبي، حصين لبنان ما يستوي في أبوظبي، يستوي يونس ما شيء ما يستوي في جنتي أبو ظبي. يقولون أنه يستوي لكن ما يسوي عصير تكسيرين جامع. اي تفوح يلا ما شاء الله هذا كله ملو ما شاء الله لوميتين مزار كوب. صلاح شرب شوي 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 حبيبي زين عريج شوي يلا قبض عادة اي عصير حلو ليش يلا ودي حق الغدا اليوم دواركا now you damage 50% of this papaya this is your mistake I'm sorry ان شاء الله خلاص يلا thank you صلاح سلام عليكم good morning good morning بعد منو صلاح؟ لا ببند إن شاء الله ببند راح بخليه اليوم هدى تسوي هدى كل يوم تسوي الخبز هاي اللي تخدمه بالطحين سميد بالطحين رقم واحد وتخلط 50% بر اليوم قلنا لها عيني بس بر ريج وعينته سوته ظهر فنان لكن يعني اكثر انه صحي واخير ومتنفخ ما بمتنفخ وايد شرات هذا ها شو هذا وايد متنفخ وهذا ها ما في زود عين ترف بعد هذا يوم في البر اللي جايب لنا هنا شو اسمه عايض من صحن فتوقع البر اللي في العين نفس الشيء العلم عند الله لكن هذا طعمه يختلف طعمه فرق السمع الأرض البر اللي يزرع في عمان واللي يبتاع في الأسواق اللي يزرع في عمان وينحصل كان أتوقع أن الكميات اللي تستوي في عمان مش تجارية لهم بغاية يعني بعد حتى كل حد أبوي له بغاية وين أبوي وين تحب وين يحب القرب تسلك الجدل صح صلاح هاي يعطي على صحيح المنيور وريوق البيت الله يحفظكم اليوم الجيمات على ما تشوفون هنا ها خدمة مرسلين اليوم روحه وحافز ما شاء الله على مرسلين تعلم بسرعة وهذا لوبيا طيبين اليوم لوبيا طيبين ترى لوبيا ما يحطون فيه فلفل حمر لكن هاي من نواتق ابوي حفيظ ما بهين بعدها اللي هو من الأصول ما يحطون فيه إلا مليحة واليوم تهلعت عاد على خبز البر هاي القرصين هاي اثنين وهذاك اللي مخلوط خله برايح لهم وهاي البوينة بغمس بوي دهنة من الدهنة الجديدة ويا دبس نعم عن خاطري ما بخلي فوتري عن خاطري الله يحفظكم اليوم ريوقي يسمونه الريوق الانتحاري نعم الريوق الانتحاري بر ودهنة ودبس دبس فرد شو غادي دواء حرام ين دواء هي لكن هما الواحد يركض طول النهار ما يهيئ على ما قر راعي الباطنة ودي ما تضيع ودي ما تضيع يعني بنادم ودي وحده ما تضرب يعني ما شيء مشكلة رقم واحد جزاك الله خير يا ابو محمد على شار الغاوي عاد اليوم غدانا شار ابو محمد الغاوي هاي مسوينها يمي عدني يا ابوي بصور عد لكم بعد شوي ثبتها شو اليوم هذه جرين بيس سوب بدس وين روحه من غير مرياح عاد هذا كله ريح ريج هذا جرين بيز شو جرين بينز سوب
برينجيز برين جرين بينز سوب جرين بينز سوب جرين بينز سوب زين وهذا what's the name for this one same green peas also نفس الفصيلة من نفس العائلة هذا عاد من رفيع وهذا شوي تستغلظه ما تشوفونه أقول لكم شبابكم ها مريودة ريادة الدنيا بعد شوي بنصور لكم إياه عصر وأذن آخر تصوير في أسبوع هذا لا تقول ما حد قال لكم أول شيء هذا يعني نبوي من كيكة عزة كيكة السحر اللي هي كيكة التمر هذا ما تشوفون هذا كيكة عزة طرت شبوي وحدة هنتين ثلاث أربعة كل ما بسير البحر حليلهم يطرشون اليوم هذا ناتج بع من نواتك كيكة عزة غير هاي أول مرة أشوفها كيكة غير شكلها فنان ما أدري عاد شو هذي ما أعرف ها من عندهم حقنا نحن حق سيرة البحر يندبونها كل ما بنسير البحر طرشون يزاهم الله خير مشكورين يا كيكة عزة وهذا أبوي معها وحدة هنتين ثلاث وأربع هاي هي الجديدة شكلها والله فنان عب ما أدري شو اسمها ما سموها ولا يمكن شيء لها اسم وأنا ما أعرفه تبيع داكو زين اللي يبي يسوي كابتشر على هذا هاي كيكة عزة كل شيء أظهره مثل مايا أي شيء أظهر مثل مايا لا لا غطيه يا الله منت هذا نوع وهذا نوع مثل الماية هالنمو أنا أضحكم إياه مثل الماية مثل ما قال هذا حمدون وهذه خلاجينة هذا أبوي عاد عنوانهم هذا بساكيت يا عيال بسكوت خمس نمونات جرعة سعادة اسمه جرعة سعادة ما شيء عليه عنوان بس هذا اسمه ما شيء غير هذا هذا وصلت تحت هذا رقم التليفون وهذا الرقم الثاني يمكن يكون أوضح هذا أبوي رقمهم هذا فيه عدة أشكال هذا مثل ما يهنمونه قرطاسة يلا بارك الله فيك حفظكم بعد شيء جايدنا هذا وهذا عنوانهم شو البوكسات اللي كانت تسوى يلا فتحنا يلا يلا فتح انتي شيء يلا بسرعة يلا ايوه 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 يلا بسرعه ايوه هذا نوع هذا نوع ما عاد شو على اسم وهذا نوع ثاني هذا بالفستق هذا بالفستق وهاي كيكه نوتيلا حد صاصرني على فكره وغششني هاي كيكه الفستق زين وردها ودنياها وما ادري شو يا سلام على تراتيب البنيات المرتب الغاوي وهاي نتلة وهذا عنوانهم ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ها هالكذا اللي بس عساس اللي بيسوي كابتشر يسوي اللي بيسوي كابتشر يسوي شو اللي يلا يلا يجيب الباجي ها بسرعة شو اللي قبل هذا أنت يا رب الله يا دوارك يا رب بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن فضكم بعد جايات مفارش ها يلا بسرعة وهذا عنوانهم واحد بالمجلوب هب مفارش شرشف ويا ويوه المخاد مالاته ما ادري شو وهذا واحد لون بنفسجي وهذا واحد لون هب وي بعد مال تاجرات صغيرات وهذا عنوان الحين بنصور لكم اياه احد يصور من الظهر يعني جلبي يلا هي عايشين كيف يعني when you take that salary take it like this or like this هذا أبوي بعد جاي من عندها الجماعة هاي عزيزي خالد الخالدي كل الشكر لك والتقدير لدعمك المشاريع الوطنية الصغيرة أسيل العود وهذا أبوي عنوانهم أسيل العود ها مطرشين هاللي تشوفون هالتراتيب هذا دهن عود سيوفي وهذا ما مضروبة تقراه وهذا دهن عود جديد جدا وهذا عود من غير هذا على ما تشوفونه هذا تشوفونه جاي من عند هاي الجماعة واللي بيسوي كابتشر يروم يسوي ويوحيله هذا وقت الكابتشر واحد اثنين ثلاثة
حتى أونا إنسان يروم يسوي 100 كابتشر وهاي عطورات تبع مشكورين يا أسيل. بنات يلا 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 بطة دوارك ها كحلولو ماشي. يا سلام يا سلام كحلولو يلا مرسلين يلا أنسى اسمها هاي أنا شو اسمها فلبين يلا بس يلا عادي يلا 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 ذهب 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 أبوي ذهب الأصلي الأصلي لا يفوتك لا يفوتك عاد اليوم تبدأ الصبح هنا الترويج عم من بكرة يلا انقفضي 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 كلنا خدامك البرم ريال من والحرم كلنا خدامك البرم الريال من والحرم شيد باب شيق راس الدنيا مطرجة شيد باب شيق راس الدنيا مطرجة هي لبس هي لبس هي لبس عاشوا عاشوا يلا البنات يلا يلا عاشن البنات عاشن البنات يلا يا ربيد بايت ليت تبركت عليك يوم يا بس لا حول لا قوة إلا بالله يا مايا بسرعة بسرعة بارك الله فيك يس كلنا خدامك يا البرمة كريس هني روح معتشل يلا يلا عاشوا عاشوا الشباب عاشوا الشباب اللي يقولون بلاستيك الدهنة باردة لذلك ابوي الدهنة ما يضرها يوم تغرف كان بجيك من ذهب ولا من بلاستيك ولا من عزرائيل ولا تحت الزمان والمحقان يضر إذا يكون الدهن حار الدهن حين الثلج ثلج بفر قادي يلا عشو عشو البنات عشو البنات لا حين بكيف المكالمات والمسجات أبو محمد ترى البلاستيك مضر بالصحة هي مضر بالصحة يوم تكون الدهنة حارة لكن يوم الدهنة بفر قادي ثلج يلا يارك الله يا هريس يارك الله يارك الله كلنا خدامك يا البرمة الريال منا والحرمة يلا ما أرد لك شيء زاهر يارك الله يا مرسلين سر منك هاي ها ها يلا سر بي انت ما أعرف هاي بي يهو يدري خبرت بك تبتي بالحرمة ماله هاي يا بيلك حرمة عنبرة يا يتنك عنبرة عنبرة يا يتنك من دبي من دبي يا يتنك عنبرة يا يتنك عنبرة يا توني توني يا توني توني يا توني خس الله تلوى يا توني يا يتنك عبرة عابرين يت... يلا يلا سر دبي يلا 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 الحين بعطيك أنا الرقم انتو تدرون اني الان حينه ما ظهرت وايد ابطيت اليوم صب الدهن وياياتي جميع الحلويات والبيت ها على ما تشوفون بعد جاي ضيوفه وجميع الغديات شو امور امور اليوم احنا نركب السيارة اسولف وياكم ان شاء الله الحين ياسين حمل ساماني شوفوا توهم يسابقون السامان انا تاخرت وايد الحين بركب السيارة اسولف وياكم ترني انا بخلاي شو بعد حينه يلا سيري سيري هناك بصوره سير هناك لا ما بهنا في هناك ودي يلا دير دير يلا وين ابي خلوني اظهر هي لبيس ها ما تصوير التاجرات هاي يوم اقول لك يا من اشترى له من حلال عله شو عاد هذا ذكر هذا ابوي هالمكان يا سلام هذا ورد هذا بو فلوى هذا ورد يا من هالمكان هذا المكان طاشين هالورد صدق له كذيبه لا والله صدقي فريش اي والله مساكم الله بالخير والنور والسرور وحين الساعة كان قبل شوية 120 140 احنا نزلوا لين 120 هذا من ما ادري وين لين ما ادري وين هاك زاخني الرادار اكثر عن 40 مرة والسبب اني ما التزمت بال 120 لاني ما كنت اعرف يعني كنت اتحرى الطريق كله 120 140 طلع لا لما ادري اني توهقت ودفعت 100 الالاف
وحيد بس عرفت الحين عاد ترى مكتوب يافطات على الطريق على اليمين ويسار. انا اتحرى هنا قدام هاي ترى لا يبدلون هن كلمة تغيرت الاول وين ما تصير الوقت اللي خطف لانه ما كان شيء مرتب زين ما زين. فساعات تلقى مكتوب 120 ساعه 140 وعقبه شوي والرادار ترى معلنين عنه والناس كلهم تمشي على الاعلان انا امشي على الكتيبه. فتوهقت والله يا ابوكم كل ما بغيت اسجل شويه اي اتصال كل ما بغيت اسجل شيء اتصال لمراد يعني الله يعطى ما زيل لون الشمس ما واضح زين ترى هالستان الستاند روحه مصيبه يوم يبقى جلب يوم ما يبقى جلب زين لمراد اقولكم انا من يومين ثلاثه منزل الله يحفظكم رمسه كانت عاديه يعني من ضمن الرمسات اللي تنقال يعني ما فيها اي شيء انا ما اقصد حرمه معينه ولا الحريم كلهن انا اطري الحريم النجدات الحريم اللي من يجبر ريلهن عليهن لازم ان يتشكن هذه نسبتن واحد بالمية موجودة في مجتمعنا واحد بالمية أنا ما عممت قلت الحريم هالكذا لا قلت يعني اتصال هالكيت وتشكتني وقلت لها إن لأني أعرف شخصية قلت في خاطري الرمس هلها والغيرها فبدال إني ما أنا أوبل أرمس وياها هي روحها يعني أخصها في الموضوع أخصها هي واللي على يورته وعلى تكاليفه انزين فرمست الرمسه قلت انا اني يعني الحرمه من يجبر ريلها ولا تبى من شيء اتلات في الريال ساعات عنده ظروف عنده الالتزامات انا عارف ان 99% من بناتنا يعلى الله يحفظهن هن اللي جاي مات البيوت وجاي مات بامهات ريالهن وجاي مات بخوات ريال جاي مات بيوت كامله يا غير لو خربت شيء الزين شيء الخوب وشيء الخراب والدنيا بترجيع من استوت الدنيا انا ما ظهرت بدعة حين كلتني كالكرم ما كل يدي انا ابو من حد يقول كل لا اله الا الله مليون تعليق ما يستوي انا ارمس عن حد معين فئة بسيطة واحد ولا اثنين بالمية من هالحريم اللي طاحنات جبود ريالهن وانا اعرف فل وعرف ريالهن زين ما زين والريال هم من الدوام للبيت من البيت للدوام ينننن للريال والمشكلة ان ريالهن من حمامة مسيد وبغيت اطري الموضوع انا ما طريت ابوي 97% ادري ان بناتنا تبارك الرحمن شيء منهن ابوي الحرمة عن 1000 رقم كبير عندنا من هالنوعية وانا عارف ان الريايل هالزمان اغلبيتهم الا ديون الا ما شارق ولا غرب الا يعني بعد شيء ريايل حتى الدين ما يوجد عليهم انا ما اطري كلني ما خلى عني لا حاضر انتوا تدخلون فيديو هذا اللي امس انا منزلنه في الانستغرام يا ابوكم اني لا غمضكم مشتراتني تشتير غربلان هن ابوكم مقواكم متوا حالكم تكتبن حيد الكومنت يجي شوي ورا كلمتين هاي كل وحده كاتبه جريده انا ابو 400 تعليق وكل تعليق ما خليتن ولا بقيتن عني اما تطير به شو امور الله اكبر عليكم حشيب ما حد يوصلكن على طرف ابوي سامحني انا ما اطري يسمونه ما اقول منك قصور انا طريت 3% اطريهن وانا ما علي اللي بيزعل يزعل واللي يرضى شو بسوي انا ما اطريك انت كان روح اللي قال المصري اللي على راس بطحه يحسس عليها هاي روح مصيبه انت ما حد يوصلكن على طرف الحين هذا ساير يا يخف ويسحب ما في افتر عاد انا يا اسوق يا سنزل سنابات العرب انزين والفيديو اللي عقب الله يحفظكم انا اطري انه يعني ربع المصالح والربع الناس شوف ها بيهينهم ها شوف كاميرامج انزين عاد تمنوا حين اوجف يعني ليش اوجف يا ربي انا ما بوجف والله بيظهر ابوي من قبل ما وقفت ادبك ادب الخيل في بنبي انا ابوه ادبك ادب حندول ديايته اوجف طه والله كاميرامج بالله ابوي انا ما اوجف نص خط في نص هالخط علو شرطه بيكون شرطه
الشرطة هذا الله أعلم هذا خلوا الشرطة بيحطها لي فوق ويسوي لبواح مو ذكر يلا بسم الله الرحمن الرحيم مو ذكر قلت بخبركم أقولكم طلعوا شرطة ما سويت شيء أمشي 140 وماشي سيدة وحاط ستاند ولا صكيت شوي دي في الستيرنج شاهدين والله العظيم نسيت أخبركم قالوا ويعطنا الليسن والملكية قلت إن شاء الله هذا الليسن وهذا الملكية ما قال الملكية والرخصة أول مرة اسمع حد عندنا في الإمارات يقولون الرخصة عادة الليسن ولا يمكن تغيروا انزين الإمارات أقولكم وعطيت إياهم قال لي زي استريح دقايق بيك الحين سعر السيارة ما يندراب شو السالفة الله كريم برد أخبركم إن شاء الله أقولكم قالوا إيه رياي الحشام وقفنا أبوي ثلاث سيارة وكلهم مالات الشرطة بلا وحدة المراد عقب ما أخذ هذا سارة ظني دق تليفون لتشاور ويا ربعة قالوا لا ما كان يقول إذا تستعمل التليفون ممنوع ممنوع أبدا يزخورك يعقونه في التوقيت يوم شاف الستاند لا 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 ما عليك خذاك الشر توكل على الله أهم شيء لا تشغل يك ولا شيات قلت لا أبوي أنا طرطر عيوني قدام عيون 6x6 النظر وكلهن مكودات قدام البونيت عيوني بصير يومين تصد طالع طالع شرق وغرب أبدا الرادار حتى من خلف الطالع اللي ما فيك حيلة المراد اياويد وحشام سولفنا ورمسنا الحمد لله ان هاي ابوي يحرسونا ونحن ابوي في بيوتنا وبرا بالبيوت نعم وين يحصل لك يا للدار تبارك الرحمن الابتسامه والمقابله الزينه والاحترام الرخصه شوف شو قال الرخصه والملكيه لو سمحت هذا كم يسوى بلدان اللي من غير ابوي بفتنه التحرون ابوي حشرات عيال حراقين حتى يا ابوك لو ما عندي ملكية بطبع الملكية هاي الساعة نزيل الأخلاق وزين المعاملة يا الله يحفظ إن شاء الله من عينكم ومن دربكم ومن رباكم ومن سجل ووقع على تعيينكم عاد نسيت الحين السالفة اللي قبل الزخة الشرطة هاي السالفة الأصلية أنا نسيت الحين ثم عاد فتش الحين الحمار من الوحلب وين بتذكر شو كنت أقول من الروع الله يا ابوك ما حد أدرك عني بس بالنسبة للشرطة تروع من الله يكي وتسب الشرطة الشرطة أنا ما أعطي فيها أبوي لا حق ولا باطل ما أعطي فيها عوارض لا حق ولا باطل من استويت الله هب متعقد لكن ما داني طاري الشرطة ولا داني أسير أكفل حد ولا تعال حد يكفلك ولا من يقولي يجيب الليسن يا الله قم فتش عادة ضربني شرات عقر بقر لو أمشي اليوزة دق باليوزة نعم من بس من عز من يقول لي بالملكيه ولا ليس اتروع عنه شيء مستوي ولا حشيات ولا والله شيء ما سويت شيء غلط لكن سبحان الله ما ادري هاي الطبيعه اللي ما بزينه فيها انا الناس ما حد يتروع من الشرطه الا انا ما اتروع لكن حاتي لان ابوي الشرطه انزخوك الشرطه يا جاتل يا صارج يا ناهب ما بيزخونك الشرطه يعني منقذ حد بيزخونك لا لا طالعت لك جائزة بيزخونك الشرطة مسوي خير بيزخونك الشرطة وما يزخون اللي مسوي مسوي شيء غلط بيزخون الشرطة المراد أنا اللي أطري الله يحفظكم الفئة البسيطة هاللي 3% 3% هاي مهمات عندي أنا لأنها فيها بنت العم ومنها بنت الخالة ومنها الأخت ومنها الأم والعم يعني 3% هاي مهم فئة مهمة عندنا نحن لأن نحن مش 100 مليون آدمي فلذلك حتى 3% هذي نحن نبالهن الصلاح ونبالهن الرشاد حق الحقن 97% نبى 100% نحن مجتمعنا يكون ما في حد بوي طحنة وصدع وديان وضهبتن 24 ساعة تاكل شبد الريل نحن هالين حاتي 3% أنا مخاطبتي كانت لهن أنا أبوه هدن علي كلهن
أنا قلت يعني هالكيت هالنمونة حادثة بسيطة، أنا ما قلت كل الحرمات هالنمونة ولا البنات هالنمونة. محمد نعم تاه، شو عشاء اليوم؟ عشاء دي اي صالونا هي بعد لحم البقر. لا هي بوش هي مال حواء هي لحمة حاشي سو ناشف ناشف وصالونا دي اي دي اي. شكرا شكرا ثانك يو ثانك يو. زين الله اكبر بعض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا في جديد توها حلوه ابويه حلوه زون. وين واصله؟ وصلت ابوي لين شويهات. تبارك الرحمن بسم الله. سلمكم سوت لنا هدى شيء نمونة قير باللوز وبالجوز، عاد ما اعرف شو من هن الجوز وشو اللوز. يا اليوز هذا لم هذا 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 اليوز هذا اليوز وهذا اللوز كنا كل معيون مطحون ومعاينتنا خادمتنا هالنمونة بعد نوع من انواع الحلاوة. ها طعمته والله فنان، وانا بخبركم من ساعة ونسيت. وهذا كيكة عزة. تعال ها مرلو مرلو ها اوبن ذيز كت كتت You know how to cut it? Cut half of this and half of this. Leave it here. Take the half and half to Mr. Marzouk okay, house. This and these, no, this here. Oh, show it to me. Oh, no, put it down. هذا حين هي هذا بالكيكة اللي نحن جبناها من عند اللي جاتنا مساء هدية واللي بالبستاشي ابوي شلنها هناك البيت خلوها اعطوني انا هاي اللي بالاوريو كانها باوريو اللي بالنتدلة بالنتيلا بالكيكة النتيلا هذه ونحنها يلا قص نص هاي نص هاي ود حقه مرزوق. تدروب اني انا من اي البحر اعق النعول بس خلاص عق النعول وتازم سيرتي ويتي حافي وهلال ابوي ساير عند اخوه مرزوق. يا سلام يا سلام يا سلام على الجو الشاعر. يا سلام تطورات عينه مضيف شرف. سلام عليك. سلام رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دو يا ربي كيف حالك؟ والله ما شاء الله. ايه محلو غادي مازين مطلع. ايه محلو يا ريت. ما شاء الله. يا ريت. نبغى الحلاق نحن. ها؟ ندور على الحلاق. هالحلاق بس في ايمان. ايمان. ما بحصلون الا في ايمان بس. ما تسوي غزة. ايمان. ناس في ايمان سكانه. سكانه تعرف الاغنية هاي؟ لا وين اعرف. سعيد الشراري ناس في عيمان سكانه. انا ادري يا ريال انت الدهري وانت الجديد كل شيء عندك انت يعني عباره يدك انا اني يدت بك عسقه. انزين هذا ابوي الريال نسيته اسمه مطر مندوس. مطر مندوس مطر مندوس ايه اسمه ابوك مندوس؟ مطر؟ اسمه ابوك مندوس؟ لا لا كبيرتنا قبل مندوس. صدق والله؟ اي والله. ما شاء الله والله والنعم. والنعم عارف. ما شاء الله. اسمها مندوس؟ مندوس. اول مرة في كرت. صدق احلال ولا امزح؟ صدق والله؟ لا لا صدق. الله والنعم نزيد. الناس كل الناس ابوي كلهم خير العرب خير وبركه. والله مرحبا بك. يا مرحبا ابو محمد. نزيد وين ارضك وين سماك؟ والله انت الحين من ربع هلال ولا من ربع مرزوق؟ انا لا انا من ربع قوم هلال. نص 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 عند هلال نص عند مرزوق. ما شاء الله عليك الله يحافظك يبارك فيك. والله والنعم ما شفتكم من كم سنه. كم مشتي العام؟ والله انتم ما تيونا والله انتم ما تيونا ابو محمد مختفي قلتوا انت خبرك انت هناك في ليوة. ايش اسوي زين؟ زين ليوة تعالوا هناك اخوانيك. اخوانيك وين؟ يلا اخوانيك اخوانيك ولا في شيء اسمه؟ كم تويانا شوية ودين محمد بن عبد الله جاب كم من الشيشة وحين يصير احطوه هنا. يا زين لبق الليت. يلا يلا مقرتك. شوف لبق الليت ليت الحين شو كربان الحين اخترب يا الله منك توه الجاية الحين هاللحظة ما شاء الله وذينيات رغم يا سلام ها ذهب ذهب مرابط صفر
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما ما بك ستة وكبوي بس خلاص بس الحمد لله بس كافي. مرة ترى أبدا غسل وملح غسل وملح تركب فوق الضرب سيدة من البحر سيدة عتاوة عسبتي يقطر شحمل بتشوفونه بعد شوية شوية عتاوة هذا لازم تزح من الشحوم شكله ول عرف إني أسا صوره لا إله إلا الله أنت داعية صور كلمة عارفة لما تصير تتصور تتختل ايش حقه ما تختل تختل يا ريال صور عادي تصور هنا هادو ها يلا يلا من فضلك شوف والله عليك يا ربي يلا ما شاء الله ضعف بس ضعف ضعف ولا متن هي هاي سنور عمان حطوا من وزنوا من ها سنور شوف صورت لكم السمك اول ما حطوا عتاوه والحين ابوي عيني ها طير الخيضر طير الخيضر يقول يلا غايته سمك ناضي كان بتصور يلا مش عاد مش مش مامو مش يلا 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 سجل سجل انا ابوك مامو وين اللي عاد الحين ما شاء الله يوم اقول لكم شو السمك الطريه يوم مره من البحر على التاوه شو شو غادي امرها ها شو بدها شوفهم بويها انقبضت اكثر عن شيء يبس البلح ويغذي البلح مره ما يتشاهد شوفوا الحين السمك مره غايته كم دقيقه محمد الحين ها كم دقيقه 20 دقيقه 20 دقيقه بالضبط بس ذهب السمك للاكل الحين اذا انك خليته وحركته ولا حطيت عليه صرف ملح وين يتشاهد سم يغذي يغذي ابوك كان ميابر والحين لا الحين مراود فرق ترى بين المروج والميبر ها شوف ما زين شوف ما زين البيت يا سلام يا سلام يا سلام شكرا يا محمد ثانك يو فيري ماتش ابوك ما زين ليلة من الزولية هذا محمد وهذا مرزوق وهذا هلال وهذا هلال لكن هلال ابوي الله خلق وفرق كان هذا هلال وهذا هلال الله خلق وفرق وهذا سعيد بن سالم وهذا محمد بن سالم وهذاك هناك ابوي سعيد بن هلال بن محمد بن سيف وهذا من دهس ابوي ها متروع عاده متروع بعد متروع ما دسيت ورا الورد بسم الله عليك الرحمن الرحيم هذا راشد بن سالم ها كلهم اخوان هذا اخو هذا اخو هذا وشي اخوان بعد اثنين مقيم زين هذا انا هذا شيبه بن احمد القبيسي الله يحفظه هذا هذا ابوه صديق الطفوله ابوه مرحبا مرحبا بمتو مرحبا بمتو مرحبا 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 بالمت مرحبا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على متو متو شو جاي متو شو جايبي؟ شو مسوي؟ ها؟ تبات فراتا؟ هي؟ تالونا؟ جاي مسوي؟ زين راوني وين؟ منو مسوي لنا؟ تبات تبات؟ تعال متى شمت التوش؟ ها؟ متى شويه؟ هي كل حد يقول سوا كريشه هو حاله؟ ردته اوكي شاف القوت شاف ايش؟ دوكم ها نعم شو هذا أيوة هذا لا شار شو هذا أشار الفيفاي سلام يا أبوك هذا ها أشار البيليان يا ربي ها يا ربي الابتسام كله كله فتش الحرارة كله قربوا قربوا أبو صالون الديار صالون الديار عيش أبيض من مونتين هذا ناشف ابويه الحمد حوار وهذا شو هذا ما ادري والله صالون الدياي وهذا الدياي مشواي وسلطه وبراته فراخ خفيف خفيف
أعطني حطيت شوي ونت لحمت حوار بعيد الكرة مرة ثانية بس هقرويكم شو كانت الطريقة. هاي الكرة هاي لحمت حوار لقمة واحدة بالت باسكو تباسكو لحمت حوار وبعدين أبوي برده جاب هاي الفنان ها المبروكة ها شوفها شو ما زينها لا شكرا فيه سلام عليكم مساكم الله بالخير. ما بغى يزين الجو يا الله أبو محمد غاوي الجو هي والله ها هي والله صوخ الجو فنان هدوء والجو في منتهى الروعة. كم هلال درجة الحرارة اليوم الحينة 30 ها؟ لا والله حلو الجو بالأخص إذا ما شيء رطوبة إذا ما شيء رطوبة قاية المتمني هي والله ويأية بحر في مثل هالوقت أبداً قطو فرن بمصير هذا القطو يوم تفر بمصير يغني يالي بحر طايح رقم واحد لكن حل بس ظلمي ما تشوف صبعك يا الله بالصيد 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 صيد وخلاك عيونك صيد خلالك ابوك سرنا ولله الحمد وينا والسيره ما باءت في لا باءت في بالفشل ولا تكللت بالنجاح يعني قيس ودام شيء الحمد لله مودم بيتين ثلاثة شيء اللهم لك الحمد لكن يعني ثلاجة لا نص ثلاجة نص ثلاجة يعني كيسه لا الحمد لله نعمة نعمة سرنا أبوي تمشينا وغيرنا جو عشونا بخير عن شيء الحمد لله الحين عاد الحين بنحطون السمك ابوي في الكيس وبنصور لكم اياه ان شاء الله. ضرب هناك ضرب جلا سعود ما طع يضرب ضرب الله تبوك يا النحيس بسم الله الرحمن ام يا لبلق يا لبلاكي اسود ولد انا سعيد اه سعيد عشان الشنطه ضرب سجل 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 من الصغار ابو محمد منو ترمس؟ ارمس امي ايش عندها؟ شو تسوي؟ هو عنها مكلي الحين طالع عند تركي الله يهدي هدي بنت مرزوق تابع مسلسل تركي ها بنت مرزوق سلام عليك سلم عليك وخالد سلام عليك بنت مرزوق حط الميكروويف هذا مخرجه هذا شو اسمه؟ مرحبا بنت مرزوق سلام عليك مرحبا غالي مرحبا قد افترنون حبيبتي شحالك؟ يقولوا تتابعين فيلم تركي؟ هذا طالع تركي الحين عرس خذها لو ما خذها؟ منو؟ هذا التركي خذ ربيعته هاك اللي يباها؟ لا ما خذها ما خذها شوفوا أنا ما خذها ما خذها بعدها اي ها بيتملى معاها اللي ياخذها ما بياخذها بس يا شنو ولا ما ياخذها؟ ارقدي يا ما الساعة 11 ارقدي يا زيد الساعة 11 عرب أبوي كلها رقدت كلها رقدت محد أبوي تم متفيزر أبوي على السيف حين أنصاف الليالي لنا كلها عرب أبوي رقدت محد تم لنا سهير الليل ليش ما طعيين رقاد لأن ما بذلت مجهود كل يوم نادي ومنارد البيت طح طيحة حمالي وارقد الحين ما في تعب ما في كلافة ما شيء ما آنس عمري متكلف من شياته ما يعني رقاد ما في إرهاق يعني حق الرقاد بيي يوم فيك يعني بعد المجهود ولا شياته اليوم ما شيء بذل لا مجهود لا همك الله لم يحزنوا المراد الفيديو اللي أنا منزل منه من يومين البارحة ظني اللي فيها اللي على اللي بما معناه أني يعني لادمي اللي كنت أتكلم فيه عن
ربع المصالح واللادمي يوم يوم انت عندك بيزة ترى هاي يربعون وراك يوم بيقل ما عندك ترى ما بيونك مدامك زتشهم وتعطيهم بيربعون وراك من تخفيك عنهم عن الزتش يعني الدروك. هذا الموضوع أنا أبوي ما خص بحد ولا خص بلا ذكر ولا أنت، هذه رمسة عامة، رمسة عامة من مواضيع اللي معلمتني إياها الحياة، أني يعني لادمي ما يخلي صداقاته بس لجل المصالح، لادمي اللي أحيده يباني يوم أنا أزتشه ولتشه، هذا أبوي ما بربيع، هذا صديق مصلحة يسمونه، هذا عمره الافتراضي أيام معدودة ويصير. أنا أتكلم عن لادمي اللي يشوف الناس ما تيه لجل مصلحة، هذا أبوي عبارة فراقهم عيد، الوادم لمن هالنوع فراقهم عيد، هذا اللي أنا أقصده. أنا ما خصيت لا فلان لا فلان ولا علان، لا زيد ولا عبيد، لا ذكر ولا، هاي أنا أتكلم بصفة عامة عن العالم كلها، هذا اللي أنا أتكلم، ما يخصني حد يقول أنت تطري فلان هاك، لا تطري علانة تطري فلان، ما يخصني أبوي. أبوي يقولون المصريين على راس بطحة يحسس عليها، أبوي أنا كل يرى الناس بعين طبعة، أنا أبوي ما أقصد حد، أنا اللي أقصد أقصد العالم بوجه عام، كل هالناس الإنسان اللي بتشوفه يمشي وراك لجل مصلحة، هذا مش صديق، هذا عبارة موظف تلتش ياك، ما لتشيت أبوي ما بيك، تزتش ياك مثل الدابشة أطعمتها خدت تمنحت منها، ما أطعمتها ما بتحصل ما بتمنح منها، لأنها إن عطيتها بتعطيك، هاي الدابشة حد من العرب يباك دامك بتعطيه، وإن خفت يك عنه بيغبغبك بغض الدم في الجدم، هاي النوعية اللي أنا أقصدها اللي في الفيديو هذا اللي أمس اللي نزلته على الانستغرام، هذا اللي أقصدها الفئة من العرب اللي ما ييك إلا لجل مصلحة، ومن قضى حايت منك طرق ولا صد وراه، يعني ها عبارة مش أصدقاء، ما يسمونه صديق، هاي يسمونه موظف جاي عندك بالكروة، جاي بالكروة شرات الحمالي، حمالي من الفرضة يبتبوي نزل أبوي اليواني نزل التواير نزل الطابوق ساق السميت ساق النورة ساق الحصيات ساق الحصر ساق الشندل ساق الباستيل وسار قبض يوميته وفي ماله، عبارة عامل يشتغل باليومية. الصديق هذاك أبوي اللي على السراء والضراء، يوم ما زارني حبيبي والديار مخيفة لا مرحبا بوديار أمان، شخانته اللادمي ما بييك إلا وانته عندك، يوم ما عندك ما وراه بعد ما يوايج عليك لا بركتم فيه. في من يشاهد الصديق اللي هنمونه، هذا ما بصديق، هذا اسمه بالنول، ربعة بالنول يسمونه، هاي الفئة اللي أقصدها، لا يخصني لا في زيد ولا في عبيد، كصفة عامة وفكر عام، بس عاد عليكم تصبحون على خير. باكر برنامجنا بنسير الله يحفظكم براكة الغزي، بنغزي جدا براكة، بنمسي بوية من الظهر عقب الصلاة لين إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين في الليل، ولا إن بتنا عندهم أظني بنبات عندهم، احتمال لنا بنبات إن شاء الله بنبات عندهم، بنمسي عند الرب هناك في بركة كلهم الجماعة، باشر بنسير نسير كلنا يعني قوم مرزوق ومحمد بن عبد الله وهلال وعياله ومرزوق وجماعتهم بحريته وهلال وبحريته يعني، ونسير نقز المسانة عندهم يا بتنا ولا ضوينا إن شاء الله.